ان شاء الله اليوم اسوي شرح بسيط للتنصيب الاكسبانشن الاخير فاينل ستاند اللي هو الدي ال سي الجديد مال باتل فيلد 4. طبعا اول ما نجي نبدي الداونلود ان شاء الله راح يبدي بالعراق عندنا الساعة 4 مثل ما مكتوب هنا العفو مثل ما مكتوب هنا بالتعليمات اللي يقول شو وقت تصير الداونلود هذا مال شو وقت تصير الريليس مالتها الاطلاق. فهنا يقول 18/2014 نوفمبر شهر 11 4:30 مساء. فيعني حاليا المفروض يبدي الداونلود. هاي وحده. اثنين، اول ما جيت شغلت الباتل لوج يقول لي انت بريميوم عندك ايرلي اكسس هاز ستارتد، يعني المفروض انت تقدر تدخل، بس المشكله انه الاكسبانشن اللي هو الدي ال سي جي انا بعدني ما مسوي له داونلود فما اقدر ادخل. حتى لو اسوي له داونلود ما اقدر ادخل، لازم اعالج شغله. هاي الشغله شلون ما اقدر ادخل؟ انا اقول لك شلون ما اقدر ادخل. اول ما نجي مثلا هذا الفاينل ستاند موجود حاليا، اقول له جوين، يقول لي هذه، يطلع لي هذا المسج يقول لي ريكوايرد اديشنال اكسبانشن باك. هذا شلون نعالجه؟ هاي بعد ما نسوي الداونلود. حاليا احنا بعدنا ما مسوي الداونلود، شلون نعرف احنا بعدنا ما مسوي الداونلود؟ اول شيء داونلود ما صار عندنا وكنا دا ننتظره. ثاني شيء من نجي على الباتل فيلد فايلاتها ابديت الباتش والزيرو والوان والتو والثري اكس باك موجودات، بعد هنا يصير لازم اكس باك 4. هذا الاكس باك 4 شلون راح نسوي؟ راح نجي اول شيء على قائمه ستارت، بعدين نضغط ار اي جي اي دي اي تي. طبعا المعلومات هذه مال راح اخليكم اياها على شكل خطوات وين نروح شنو نضغط، بس حاليا راح اشرحها بالفيديو. اول شيء نطبع على هاي ارجنت، بعدين نقول له يس، يدخلنا عليها. طبعا انا سويتها قبل لا اسوي الفيديو، سويتها هاي الخطوات فراح اعيدها ان شاء الله وياكم. يطلع لك هذني الفايلات او تطلع لك هذه مايك الكمبيوتر، يعني نضغط عليه، انطبع على لوكال ماشين، ورا ما انطبع على لوكال ماشين انطبع على سوفت وير بهالطريقه. انت تطب سوفت وير وراها تجي تنزل جوا تدور على اخر شيء، طبعا هو الواو 64/32 نودي اللي هي هذه اخر شيء، تضغط عليها الطب، بعدين تطب على اي اي جيمز، بعدين تطب على باتل فيلد 4، بعدين تطب على ما تطب هنا، تبقى على باتل فيلد 4 دي ال سي. باتل فيلد 4 دي ال سي هسه هذا الاكس باك 4 انا مسويه، راح امسحه حتى اعيد خطواته وياكم. نضغط هنا رايت كليك على الباتل فيلد 4 نيو كي، بعدين هذا الفولدر الجديد طلع لنا، ندوس اكس كابيتال، بعدين بي اي سي كي 4 انتر، وبراها نضغط عليها رايت كليك نيو، ننزل سترين فالي، بعدين هذا السترين فالي نحط القيمه مالته انه نقول له هو اي كابيتال ان اس تي اي دبل ال ال دي يعني انستلد، بعدين نضغط رايت كليك موديفايد، نحط الفالي داتا اللي هي شنو اللي هي ترو تي ار يو اي، بعدين نضغط انتر. مثل ما تلاحظون هسه حاليا كمل عندنا بالرجستري انه الباك 4 اللي هو الدي اس الجديد هو نازل عندنا ومنصب انستلد اند ترو ترو موجود. مثل ما تشوفون الدي اس يات اللي قبلها نفس العمليه مسويلهن جماعه الميريميوم، يعرفون يمكن هذا الشيء بالرجستر كلهم مسوين هذا الشيء. بعدين نجي هنا نضغط على الاكس وخلاص ان شاء الله، من تروح تضغط على البلاي على الفانل ساند ان شاء الله يفتح، بس يكون لازم انت منزل الاكسبانشن 4 اللي هو الابديت الجديد. وشكرا للمشاهدة، وهذا شرح كلش بسيط وان شاء الله راح اخلي لكم التفاصيل راح اخلي لكم تفاصيل الشرح بتفاصيل هذا الفيديو. شكرا للمشاهدة.